أهلا بكم مع أخبار الرياضة. وجه أحمد عبد القادر المدير الفني للمنتخب الوطني الدعوة لعشرة محترفين للانضمام إلى تشكيلة المنتخب الذي يستعد لملاقاة طاجكستان في 11 من حزيران المقبل في أولى لقاءاته في المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019. واللاعبين الذين استدعاهم عبد القادر هم حمزة الدردور، إبراهيم الزواهري، أنس بن ياسين، طارق خطاب، حسن عبد الفتاح، محمد مصطفى، محمد الدميري، عبد الله ذيب، محمد راتب الداوود، وعدي الصيفي. ومن المنتظر أن يستهل المنتخب تحضيراته في 20 من الشهر الحالي من خلال إقامة تدريبات فردية بدنية يومية حتى 28 من الشهر نفسه، وهو موعد تواجد المنتخب بتشكيلته الكاملة. يحتضن في هذه اللحظات استاد الحسن في إربد لقاء الفيصلي والوحدات في نصف نهائي بطولة كأس الأردن لكرة القدم. وللحديث أكثر عن أجواء هذه المباراة ينضم إلينا من أرض الملعب عبر الهاتف الصحفي من جريدة الغد عاطف لبزور ليطلعنا أكثر عن المشهد هناك. مساء الخير عاطف. جميل. كيف هي الأجواء هناك وإلى ماذا تشير النتيجة حتى الآن؟ يعني هو المباراة مثالية من جميع الجهات إلا بعض الهتافات الصادرة من قبل الجمهور التي أفسدت الأجواء. جميلة المباراة تشير حتى الآن، نحن نلعب بالدقيقة 10 من زمان الشوط الثاني، النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين، ما زال التعادل السلبي قائما. الشوط الأول من المباراة فرض فيه الوحدات سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللقاء، وصل مرمى الحارس محمد الشطناوي أكثر من مرة ولكن ظلت أقدام مهاجمي الشباك بعد أن أهدروا العديد من الفرص في حين غاب الفيصل عن المشهد الهجومي. نحن الآن في الدقيقة 10، هناك هجمات متبادلة من الفريقين، تحسن أداء الفيصلي، بدأ يمتد للأمام ويبادل فريق الوحدات الهجمات، ولكن الوحدات ما زال هو الأكثر سيطرة على أرض الملعب. يعني الوحدات بيلعب ويلعب للتسجيل كون المباراة على أرضه، هذه المباراة تعتبر على أرضه، بينما الفيصلي يعني خروجه في التعادل تعتبر نتيجة إيجابية قبل المباراة التي تقام على أرضه على استاد الزرقاء يوم الثلاثاء المقبل. نعم، إذن كيف هو الحضور الجماهيري الآن في ملعب الأمير حسن؟ هناك حضور جماهيري كبير، يعني ما يقارب 8000 أو 9000 متفرج من جماهير الفريقين، ولكن يعني هناك في تشجيعات مثالية، ولكن يعني ما يشوبها بعض الهتافات من فئة موتورة، يعني أفسدت الأجواء فعلا يعني. نعم، إذن عاطف لبزور الصحفي من جريدة الغد كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. ونبقى في منافسات كأس الأردن، حيث تعادل فريق الرمثا وذات راس سلبيا بدون أهداف في اللقاء الذي جمعهما أمس على استاد الحسن في إربد في ذهاب الدور نصف النهائي أيضا. وسيلتقي الفريقان في مواجهة الإياب الحاسمة يوم الاثنين المقبل على استاد الأمير فيصل في مدينة الكرك، حيث يكفي ذات راس التعادل الإيجابي للتأهل إلى المباراة النهائية، بينما يحتاج الرمثا إلى الفوز بأي نتيجة للعبور للمباراة النهائية. وفي حال تكرار التعادل السلبي سيتم اللجوء لركلات الترجيح. فريق ذات راس اليوم يدافع بذكاء حتى الآن، فريق ذات راس ماهر الجدع أمام المساحة، ركن الخالدي، هنالك راية موجودة. وشفنا افتتح المنتخب الأولمبي لكرة القدم مبارياته في المجموعة الثانية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا المقبلة في قطر، وذلك بملاقاة المنتخب الباكستاني على ملعب القطارة في الإمارات. وانتهت المباراة بفوز ساحق للأولمبي وبخمسة أهداف دون رد في لقاء شهد سيطرة كاملة لنجوم منتخب الأولمبي. هذا ويلاقي النشامى منتخب قرغستان مساء يوم الاثنين المقبل قبل أن يختتم لقاءاته بمواجهة الكويت يوم الأربعاء. احتفظ النادي الأرثوذكسي بصدارة ترتيب دوري كرة السلة للسيدات بعدما أكد فوزه على الفحيص يوم أمس في اللقاء الذي جمعهما على قاعة النادي الأرثوذكسي. الأرثوذكسي حسم المباراة لصالحه ب 73 نقطة مقابل 32 ليجدد الفوز عليه بعد أن تغلب عليه ذهابا ب 67 نقطة مقابل 58. هذا وتختتم مرحلة الإياب غدا بلقاء المقاولون والأرثوذكسي.
تتواصل مباريات الأسبوع الثاني من دوري الصلاة الممتاز لكرة القدم، حيث أقيم يوم أمس العديد من اللقاءات. وفي أبرز هذه المباريات، تغلب القوقازي على نشامة معان بنتيجة 11 هدفا مقابل 4، وشباب القصور على شباب نزال بأربعة أهداف مقابل 3، ونادي حمادة على دائرة الأراضي بثمانية أهداف مقابل هدف. الحمد لله رب العالمين. الاتحاد استمر بإقامة الدوري الأردني لكرة الصالات للموسم الثاني على التوالي، ومهتم كثير الاتحاد على أنه يطور لعبة كرة الصالات في الأردن. زي ما يعني من بداية الموسم شفنا في منافسة شديدة الموسم هذا. الحمد لله احنا سمو رئيس الاتحاد سمو الأمير علي مهتم كان بهاي اللعبة كرة الصلاة، وإحنا هاي ثاني دوري مسوي السنة هاي. طبعا بجهود الأمين العام للاتحاد السيد فادي زرقات، وبدعم من رئيس مدير المنتخبات السيد أحمد اكتشات، إحنا يعني بشرنا في عمل الدوري بلش قبل أسبوعين، وراح نعمل على اختيار منتخب وطني لكرة الصالة للمشاركة ببطولة غرب آسيا. تأهل فريق أتلانتا هوكس لنهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للمرة الأولى، وذلك بعد تغلبه على فريق واشنطن ويزرد ب94 نقطة مقابل 91. في الربع الأول تقدم أتلانتا ب45 نقطة مقابل 39، واستمر تفوقه حتى الربع الثالث الذي أنهاه بفارق 14 نقطة بواقع 57-43. وفي الربع الرابع عاد فريق واشنطن بقوة وقلص الفارق إلى نقطة واحدة بواقع 88 نقطة ل87. بعدها استعاد أتلانتا التقدم وأنهى اللقاء لصالحه ب94 نقطة مقابل 91، ساعدته في التأهل للنهائي بواقع 4 انتصارات مقابل خسارتين. Washington cannot afford to. I'm sure Mike Budenholzer. Teague has been brilliant going to the basket here in the second half. Harrell. Good play by Wall to take it away. Ahead to Beal. And Beal with the throwdown. ودع الإسباني رافائيل نادال بطولة روما للتنس من الدور ربع النهائي على حساب السويسري ستانيسلاس فافرينكا، وحسم فافرينكا المباراة بمجموعتين بواقع 7-6 و6-2 ليحقق فوزه الثاني فقط على نادال في 14 مواجهة جمعت بينهما حتى الآن. وتأتي خسارة نادال ملك الملاعب الترابية قبل أيام من انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية المتوج بها 9 مرات في الأعوام العشر الأخيرة، وأيضا بعد سقوطه 3 مرات في دورات برشلونة ومدريد ومونتي كارلو. فاز السائقان غريغ بيفل وكلينت بويار بسباقي جولة شارلوت في البطولة الأمريكية لسيارات ناسكار والتي أقيمت في ولاية كارولينا الشمالية. الجولة كانت بمثابة الفرصة الأخيرة للسائقين اللذين لم ينجحا من قبل في التأهل لسباق جولة كل النجوم والتي تبلغ قيمة جائزتها $1,000,000. وأسفر الشوط الأول عن فوز غريغ بيفل بعد أن تصدر من البداية حتى النهاية، أما الشوط الثاني فقد نال لقبه كلينت بويار. هذا وفاز دانيكا بارتيك بأصوات المشجعين لينضم لزميليه في قائمة المشاركين في سباق كل النجوم. Second time he's had to transfer in, and it puts a Roush Fenway Ford into the All-Star race for the 16th straight year. Side looking to gain 3 spots. Oh, and Boyer gives it.